بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الرابعة من محاضرات السكال والمحاضرة الأخيرة بهن راح نحكي بيها عن الكرانيال كافيتي. احنا حكينا عن تكوين السكال، حكينا عن النيورو كرانيوم والفيزيرو كرانيوم. والنيورو كرانيوم قلنا هو مثل البوكس أو الغلاف اللي يحيط بالدماغ، فراح نجي ناخذه من الداخل. The cranial cavity is the space within the cranium، هو المجال أو الحيز داخل الكرانيوم اللي هي المنطقة اللي تحيط بالدماغ. That contains the brain، والتي تحتوي على الدماغ. And its surrounding meninges، المننجيز هي الأغلفة المحيطة بالدماغ، سميها المننجيز. بعد شفيها بها البروكسيمال بارت of the cranial nerve، أكيد the cranial nerve اللي هي الأعصاب اللي تنشأ من الدماغ، الجزء القريب من أتا راح يكون داخل the cranial cavity. بعد شنو أكو؟ أكو arteries، veins and venous sinus. ال venous sinus هي عبارة عن veins ولكن متوسعة، سميها venous sinus. هسا راح نجي أول شي نحكي على the vault of the skull أو الروف، اللي هو الجزء العلوي أو السقف بس من الداخل. The internal surface of the vault shows the coronal, sagittal and lingual sutures، نفس السوتشرز اللي موجودة من الأعلى من الباوع من الداخل راح نشوف نفس السوتشرز اللي هي الكورونال والساجيتال واللمدود. In the midline there is a shallow sagittal groove، اكو الجروف اللي هو مثل الخندق او الحفرة طولية موجودة على طول الساجيتال بلين. That lodges، واللي يكون بداخلها اللي هو السوبيريور ساجيتال ساينس، وحدة من الفينوس ساينسز الموجودة سميها سوبيريور يعني العلوي ساجيتال ساينس، موجودة بهاي المنطقة. نشوفها بالصورة، هذه قاعد ننظر الى سقف الجمجمة ولكن من الداخل. فقلنا انه بيها السوتشر نفس السن الموجودة هذا الكورونال سوتشر، وموجود الجروف فور سوبيريور ساجيتال ساينس اللي هو هذا مثل الخندق موجود في هاي المنطقة. On each side of the groove، في كلتا الجهتين منه، are several small bits، اكو مثل الحفر الصغيرة اللي هي نسميها granular bits، which lodge the lateral lacuna and arachnoid granulations اللي حكيناها بالمحاضرة السابقة. شنو هي الاراكنويد granulations؟ are small protrusions اللي هي مثل الانبعاجات للخارج of arachnoid matter. شنو هي الاراكنويد matter؟ اللي هي thin second layer covering the brain. احنا الدماغ بـ 3 meninges 3 طبقات، الطبقة الثانية والوسطية بيها مثل الانبعاجات للخارج، هاي الانبعاجات راح تطبق على الجزء العلوي من الجمجمة. فنقدر نشوفها هذه البت او الحفر الموجودة بالجمجمة من الأعلى. Several narrow grooves are present for the anterior and posterior divisions of middle meningeal vessels as they pass up the side of the skull to the vault. عندنا middle meningeal vessel اللي هي vessels يعني نقصد بها artery veins، ومeningeal فشي تابع للmeninges اللي هي أغشية الدماغ، وmiddle الوسطية نسميها. فعلى الجانبين هاي مثل الحفر او الخنادق الموجودة، لانه هذه المننجيز تعبر من الجانبين وتصعد للاعلى، فالها مثل الحفر اللي موجودة او الخنادق داخل عظام الجمجمة اللي تكون سقف الكرانيوم. هسه نجي على الاهم واللي هو البيز اوف ذا سكال اللي هي قاعدة.
The interior of the base of the skull, الداخل مال قاعدة الجمجمة, is divided into three cranial fossae. ثلاث حفر موجودة اللي هي نسميها الانتيرير الأمامية, الميدل والبوستيرير, يعني أمامية وسطية وخلفية. The anterior cranial fossa is separated from middle cranial fossa by the lesser wing of the sphenoid bone. The lesser wing, الجناح الأصغر مال sphenoid bone, راح يفصلنا الانتيرير عن الميدل كرينيال فوسا. والميدل كرينيال فوسا تنفصل عن البوستيرير كرينيال فوسا by the vitreous part of the temporal bone. جزء من العظم البون سميناه البترس, هو راح يفصل الوسطية عن الخلفي. فذني اللاند مارك أو العلامات اللي راح يفصلن three fossae of the base of the skull. راح نجيهن واحدة واحدة. أولا الانتيرير كرينيال فوسا. الانتيرير كرينيال فوسا is formed by شنو اللي راح يكونه؟ lower part of the squamous part of the frontal bone, الجزء السفلي من squamous part مال frontal bone. بعد والorbital plate of the frontal bone and the anterior and lateral in the anterior and lateral direction. فبالجزء الأمامي والجانبي هو الفرونتال بون بجزئه اللي هن السكويموس والأوربيتال بليت, راح يكونن الجزء الأمامي والجانبي. The intervening cribriform plate of the ethmoid bone in the middle, بالوسط راح تصير عندنا نسميها cribriform plate اللي هي مثل الصفيحة المثقبة التابعة للإثمويد بون, راح تكون بالوسط. Superior surface يعني الجزء العلوي أو السطح العلوي من البودي أوف سفينويد, سفينويد بون البودي مالته الجزء العلوي مالته راح يكون داخلها. وراح عندنا lesser wing of the sphenoid bone laterally, وبالجهة الجانبية راح يصير السفينويد بون. فإحنا راح نحكي عن base of the skull. هاي الصورة بس توضح لنا الاركنويد جرانيوليشن شلون تطلع لي برا وتسوي لنا اندعاجات داخل سقف الجمجمة. هنا راح نشوف عندنا الانتيرير كرينيال فوسا, الميدل حد هنا هاي كلها نسميها ميدل, والبوستيرير كرينيال فوسا. فقلنا الانتيرير راح يصير بيه اثمويد بون اللي هي كريبرفورم بليت, وراح يصير جزء من عدها الفرونتال بون وجزء من السفينويد بون. هذه اللي هي الانتيرير كرينيال فوسا, وهذه مكونات. نجي نحكي على الاناتوميكال فيتشر مالتها, شنو خصائصها. اولا الفرونتال كريست is a vertical عمودي, median وسطي, bony crest, crest يعني مثل الارتفاع. On the inner aspect of the frontal bone, بالجزء الداخلي السطح الداخلي للفرونتال بون عندنا ارتفاع موجود بالوسط يرتبط بالفالكس سيريبري get attached to it. الفالكس سيريبري هو جزء من أغلفة الدماغ راح يرتبط بهاي المنطقة. فهذا قلنا الفرونتال كريست هو ارتفاع موجود بالوسط عمودي تابع لمن؟ للفرونتال بون. هذا أول واحد. عندنا الفورامينا سيكم هو سمول فورامينا seen at the inferior end of the frontal crest, يعني على الجانب العميق أو الداخلي للفرونتال كريست اللي تونا حكيناها at its junction with the crista galli. هسه راح نجي على crista galli, بس هذه الفورامينا سيكم يعني بنهاية الفرونتال كريست. الفرونتال كريست هذا راح يتمصل مع او يتصل مع تركيب اخر نسميه crista galli. نقطة التقائهم اكو فتحة نسميها فورامينا سيكم. نجعل الكريستا جالي هو بوني كريست كذلك, هم ارتفاع عظمي
formed by the perpendicular plate of the ethmoid bone. قلنا الصفيحة العمودية مع الاثمويد بون الجزء العلوي مالتها واللي يكون داخل الكرينيال كافيتي نسميه كريستاغالي. بعد عندنا الكريبريفورم بليت اوف ذا اثمويد بون اللي هي الصفيحة المثقبة مالته. On each side of كريستاغالي lies كريبريفورم بليت اوف ذا اثمويد على جانبي الكريستاغالي. Separate the anterior cranial fossa from nasal cavity. الانتيريال كرينيال فوسا هي تقع فوق الكرينيال فوق النيزل كافيتي. شلون واحد يتخيله؟ وكانه بيت بطابقين، فالطابق السفلي راح يكون النيزل كافيتي واكو عندنا حد فاصل، وفوقه راح يكون الانتيريال كرينيال فوسا. فالسقف الفاصل بين النيزل كافيتي وبين الانتيريال كرينيال فوسا هي الكريبريفورم بليت. شنو هي هاي بيها؟ possesses a number of foramina عدة حفر موجودة ثقوب that provide passage for olfactory nerves الأعصاب الشمية olfactory nerves راح تعبر من هذه الثقوب. فنقدر نشوفها الكريبريفورم بليت على جانبي الكريستا جالي. هاي الصورة ممكن أوضح، هذه وهذه على جانبي الكريستا جالي نسميها كريبريفورم. عندنا orbital plate of the frontal bone، هي راح تكون جزء من عده. It separates the anterior cranial fossa from the orbit and supports the frontal lobe of the brain. فهي الجزء ال orbital plate اللي هي عبارة عن صفيحة عظمية تمتد من العظم الأمامي frontal bone، راح تفصل محجر العين عن الدماغ. عندنا الـ upper surface of the lesser wing of the sphenoid bone lies posterior to the frontal bone. وراها راح يجي عندنا الـ lesser wing of the sphenoid bone. هذه اللي حكيناها الـ anterior cranial fossa. نجي على الميدل وسطية. شنو الـ boundaries أو شنو اللي يحيطها؟ عندنا anteriorly من الأمام اللي هو الفري بوردر of the lesser wing of the sphenoid. قلنا lesser wing of sphenoid هو راح يفصل الاثنين، فاللesser wing راح يكون posterior بالنسبة للanterior cranial fossa، راح يكون يقع خلفها، وراح يكون anterior أمامي بالنسبة للmiddle cranial fossa، يعني راح يقع أمامها. anterior border of the sulcus chiasmaticus اللي هسه راح نجي عليه. posteriorly من الخلف شنو؟ عندنا superior border يعني الجزء العلوي من البترس temporal bone. احنا قلنا هي تقع بين اللسر وينج فراح يكون امامها، وين البترس part of temporal bone راح يقع خلفها. والابر border of the dorsum سلي اللي هسه راح نجي عليه. laterally او anterior posteriorly يعني على الجانبين عندنا الـ greater wing of sphenoid، عندنا squamous part of temporal bone with part of the parietal bone، فراح يكون على الجوانب. راح نجي هسه هذه نسميها الـ middle cranial fossa. فهذا السلكس قلنا عليه راح يكون بالأمام، الدورسم سيلي راح يكون بالخلف، وقلنا على الجانبين هو الـ greater wing of sphenoid، وقلنا عبارة عن جزء من البرايتال والتمبرال بون. anatomical features شنو الخصائص التشريحية مالته؟ أول شيء عندنا السلكس كاسماتيكس it leads on each side into optic canal which lead into the orbit. على الجانبين هذا السلكس بالأوبتيك كانال اللي هي مثل الفتحة بين الدماغ وبين العين، يعبر من عندها الأوبتيك نير اللي هو العصب البصري على الجانبين. عندنا تركيب كلش مهم اللي هو نسميه سلة تورسيكا. It is saddle shaped تشبه السرج مع الفرس. Which consists of شنو مكوناته؟ بيها ثلاث مكونات. أول واحد الهايبو
epiphyseal fossa. It is a shallow area, منطقة مسطحة. On the upper surface of the body of the sphenoid. واللي يقع فيها it lodges the pituitary gland. قلنا pituitary gland اللي هي الجلاند أو الغدة الرئيسية بالجسم تقع بهاي المنطقة. فهذه بالمنتصف نسميها السلة تورسيك. فهذه الوسط مالتها المنطقة هاي مثل المسطحة نسميها الهايبوفيزيال فوسا اللي تقع فيها البيتيوتري جلاند. عندنا تيوبركلم سلي it forms the anterior boundary بالأمام مثل الارتفاع نسميه تيوبركلم سلي، وبالخلف عندنا الدورسام سيلي اللي هو يسوي لنا البوستيريور باوندري اوف ذا فوسا. فهاي شفناها احنا هايبوفيزيال فوسا مال سيلة تورسيكا. بالخلف عندنا الدورسام سيلي وبالامام عندنا التيوبركلام سيلي. نجي بعدها على الكاروتيد جروب. It is a group present on either side of the dorsum سيلي which loads the internal carotid artery. اكو فتحة او جروف مثل الخندق على جانبي الدورسام سيلي، يكون بداخله موجود الانترنال كاروتيد ارتري اللي هو الشريان اللي يغذي الدماغ والمننجز. The lateral area is deep and lodges the temporal lobe of the brain. اكيد المنطقة على الجانبين تكون عميقة ويكون بيها temporal loop اللي هو جزء من الدماغ. It present on either side وتكون أكيد على الجانبين. فهاي نقصد بيها lateral area كلها مناطق عميقة يقع فيها temporal loop مالت temporal loop تابع للبرين. Cranial surface of a greater wing of sphenoid it show four foramina arranged roughly in semicircular array along the posterior medial margin. عندنا الكرانيال، من نقول كرانيال سيرفيس يعني السطح اللي يكون مواجه للدماغ من الجريتر وينج من الجناح الاكبر للسفينويد باربع فتحات، ويكون ترتيبها سيمي سيركولر شبيه بنصف الدائره. شنو هن؟ أول واحدة نسميها الفورامينا سباينوزا located at the posterior tip of the greater wing، تكون بالجهة الخلفية مال greater wing، اللي هو a group for middle meningeal vessel is seen leading toward from the foramina spinosa. فعندنا الفورامينا سباينوزا اكو group اللي هو middle meningeal vessel يروح باتجاه هاي أول فورامينا. الثانية فورامينا أوفالي is located just in front of فورامينا سباينوزا، راح تصير أمامها. الفورامينا روتندم is present in front of فورامينا أوفالي lateral to the carotid circle، فراح يكون مرتبات وحدة أمام الأخرى. superior orbital fissure اللي هو مثل الشق lies anterior to the foramina rotunda. It lies along the anterior border under and overhanging shelf of the lesser wing of sphenoid. السفينويد اللثر وينج مال السفينويد بمثل الشلف مثل الانبعاج للخارج، فهذا راح يكون على الانتيرير بوردر and under the overhanging shelf of the lesser wing. فإذا نجي بالصور نشوفهن هنا مرتبات فورامينا سباينوزا، وراها تجي الفورامينا اوفالي، وبعدين الروتندم. شوفها بس بهاي الصور الاخرى، هاي مساع قلنا عليه كرات الكنال. فورامينا سباينوزا، فورامينا اوفالي، فورامينا روتندم، وبعدين السوبرا اوربيتال فيشر. فإذا نلاحظ صارين سمي سيركولار وكأنه نصف دائرة ترتيبه.
anterior surface of the vitreous temporal bone which present with. بعد عندنا ال anterior surface مال vitreous part of the temporal bone. B foramen lacerum. It lies at the posterior end of the carotid groove. تكون بالجهة الخلفية من ال carotid groove. Posteromedial to the foramen ovale. لل posteromedial يعني خلفي وأقرب للجسم من الفرامنة أوفال. It is bound posteriorly by the apex of the vitreous bone. ويكون قمة الفيتروس بون خلف. فهاي الفرامنة لاسيرا اللي هي تكون posteromedial. فأقرب للجسم medial وposterior لأن خلفهن نسميها فرامنة فرامنة لاسيرا. عندنا trigeminal impression اللي هو مثل الطبع سميه trigeminal impression. It is a small depression seen posterior to the foramen lacerum near the apex of the vitreous temporal bone. It lodges the trigeminal ganglia. الجنجلية هو تجمع عصبي تابع لعدة أعصاب من ضمنها trigeminal nerve اللي هو واحد من cranial nerves. فهذا الاندعاج موجود خلف الفرامن lacerum. بعد عندنا hiatus and groove for greater petrosal nerve. كلمة hiatus معناها هم تعني فتحة وgroove اللي هو مثل الخندق على مود greater petrosal nerve اللي هو يكون lateral to the foramen lacerum. وعندنا hiatus and groove for the lesser petrosal nerve اللي هو lie further laterally and lead to the foramen ovale ويكون أبعد ويتجه باتجاه الفرامنة Oval. The arcuate eminence is a small eminence produced by the anterior semicircular canal of the inner ear. أكو مثل الارتفاع تميل arcuate eminence اللي هو بسبب وجود الكنال أو القناة مال الأذن الداخلية. It is located at the middle of the anterior surface of the vitreous temporal bone. موجود في المنتصف للبترس بون. الأركويت اللي هو سميناه الأركويت إمينس. التجمن تنبني. It is a thin plate of bone تكون رقيقة of anterolateral to the arcuate eminence. It forms the roof of the middle ear اللي هي التمبانك كافي. نقول في شيء تمبانك تابع للأذن الداخلية فهو راح يكون السقف مال الميدل اير. الانر سيرفيس اوف سكويموس بارت اوف ذا تمبرال بون. تمبرال بون قلنا الانر سيرفيس السطح الداخلي مالته. It lies lateral to the greater wing of sphenoid and vitreous bone. It grooved by middle meningeal artery. فيكون laterally أبعد ويكون بحفر على مود middle meningeal artery. The middle cranial fossa consists of part of the sphenoid and temporal bone. فبصورة عامة هي تتكون من أجزاء من السفينويد ومن التمبرال بون. آخر فوسة أو آخر فتحة اللي هي البوستيرير العفو آخر حجرة خلينا نقول هي البوستيرير كرينيال فوسة. بوستيرير كرينيال فوسة is the deepest and it's formed mainly by the occipital bone supplemented by body of sphenoid anteriorly. فهي بصورة عامة تكون أعمق وبصورة عامة تتكون من الأوكسيبيتال بون جزء بعد من السفينويد بون anteriorly والبترو ماستويد بارت اوف ذا تمبرال بون. فجزء من التمبرال بون جزء من السفينويد بون والجزء الاكبر هو اوكسيبيتال بون. باوندري شنو اللي يحيطها؟ انتيريرلي الدورسم سيلي اند جوينينج بارت اوف بودي اوف سفينويد اند بيزلر بارت اوف ذا اوكسيبيتال بون. فمن الامام راح نلقى دورسم سيلي جزء من السفينويد
وجزء من الأوكسيبيتال بون لأنه هي حفرة عميقة. على الجوانب posterior surface of the vitreous part of the mastoid part and the mastoid part of the temporal bone. فجزئين اللي هن البتراس والماستويد من التمبرال بون راح يكونون على الجوانب along with the squamous part of the occipital bone. فتكون هي مثل الإناء العميق، وبالتالي الأوكسيبيتال بون راح يكون محيط بها من الجوانب. posteriorly the squamous part of the occipital bone. فإذا نلاحظ سواء anteriorly, laterally أو posteriorly فمن جميع الجوانب راح يكون محيط بها الأوكسيبيتال بون، لأنه الأوكسيبيتال بون عبارة عن شيء مقعر يشبه الإناء، فراح يحيط بها من جميع الجوانب. It lodges the hind brain اللي هو جزء من البرين يسمونه hind brain اللي هو بالميدولا والبونز والسيربيلم اللي هو المخيخ والمكونات الأخرى اللي هي موجودة في هذه المنطقة. Anatomical features. عندنا الكليفس. It is a sloping surface. هو سطح منحدر. Present in the front of foramina magna. Foramina magna اللي هي الحفرة الكبرى الموجودة. فأمامها نسميه الكليفس. It is formed by the fusion of the posterior part of the body of sphenoid. Body مال sphenoid. والبيزلر بارت اوف ذا اوكسيبيتال بون. ذن الامام راح يكون بالامام، بس اذا نجي هاي البوستيريور كرينيال فوسا، هذه فورامينا ماجنم اللي هي اكبر حفره موجوده بالجمجمه، هذا السطح الامامي نسميه كليرس اللي هو جزء من الاوكسيبيتال بون وجزء من السفينويد بون. It is separated laterally on each side from the vitreous temporal bone by the vitro-occipital fissure which ends posteriorly at the jugular foramen. على الجوانب اللي يحيط الكليفس، على الجوانب منا هذا الجانب وهذا الجانب، راح موجود عندنا vitro-occipital fissure يعني التحام بين vitreous part وبين الأوكسيبيتال بون ولي posteriorly to the jugular foramen. اكو فتحة موجودة بالخلف اللي هي هذه على الجانبين نسميها jugular foramen. فورامينا ماجنا it is the largest foramen، اكبر حفرة موجودة بالسكال and lies in the floor of posterior cranial fossa، وتكون في قاع البوستيريور كرينال فوسا. It is bounded in front by the basal occiput, posteriorly by the squamous part of the occipital bone, and on each side by the condylar part of the occipital bone. فهي هذه الحفرة اللي هي سميناها الفورامينا ماجنا. Hypoglossal canal. It is a shallow groove with foramen present on each side of the anterior part of the foramen magnum. موجودة على الجزء الأمامي من الفورامن magnum. هاي الصورة بحنا كليفس أكثر، وهذه الفورامن magnum، هذه الجوجلر فورامن، وهذه هايبوغلوسال كانال. internal occipital crest. It is a vertical bony ridge running downward from the internal occipital tubercle. يعني عندنا كريست اللي هو ارتفاع عظمي خطي، ويبدأ منين؟ من الأوكسيبيتال بروتروبرانس اللي هو ارتفاع عظمي هم موجود لحد الفورامينا ماجنا. Near the foramina it split to enclose a shallow depression called vermian fossa. فهذا الكريست
وهذا البروتروبرنس ويتجه باتجاه الفرامنال جنم وبعدين ينفصل الى جزئين على مود يحتوي الفيرميان فوس. الانترنال اوكسيبيتال بروتروبرنس اللي تونا شفناه لوكيتد اوبوزيت ذا اكسترنال اوكسيبيتال بروتروبرنس. هذا الارتفاع العظمي الداخلي اللي هو موجود بالاوكسيبيتال بون هو معاكس للاكسترنال اوكسيبيتال بروتروبرنس، فعندنا واحد للخارج وواحد للداخل. اللاترال اريا اون ايتش سايد بالجانبين شنو موجود؟ عندنا الانر سيرفيس اوف سكويموس بارت اوف ذا اوكسيبيتال بون، لان قلنا هو مثل الاناء ويحتويها، في السكويموس بارت مالته يحيط بها من جميع الجوانب. عندنا الجوجولار فورامينا تونا حكينا عليها اللي هي لارج الريجولار فورامينا at the posterior end of the vitro-occipital fissure، قلنا الاتحاد بين الاوكسيبيتال او الفتحة الموجودة بين الفيتروس بارت والاوكسيبيتال بون. lateral to the foramina magnum على جانبي الفورامينا magnum سميناها الجوجولار فورامينا. posterior surface of the vitreous temporal bone it presents with internal acoustic meatus. internal معناها داخلي، acoustic تابع للإذن، وميتس فتح. it is present above the anterior onto the jugular foramen. تكون above and anterior أمام وأعلى من الجوجولار foramen. آخر شيء موجود هو الماتويد بارت أو the temporal bone. هاي كملنا بها مكونات الكرانيال فوسا الثلاثة. نجي شورت نوت واخر شيء بالمحاضرات التابعة للسكال اللي هي نيونيتال سكال. نيونيتال معناها حديث الولادة، شنو تختلف عن الادلت اللي هو الكبير. The neonatal skull compared with adult skull has a disproportionally يعني غير متلائم large cranium relative to the face، فيكون الكرانيوم الجزء اللي يحتوي الدماغ يكون اكبر من الوجه. هاي وحده. In childhood the growth of the mandible and the maxillary sinuses and the alveolar processes of the maxilla result in a great increase in the length of the face. فمن يبدي النيونات حديث الولادة يدخل بمرحلة الطفولة راح يصير عندنا نمو بالماكزيلا بالماندبل وبالساينسس اللي موجودة بيها، فراح يزداد طول الوجه. Most of skull bone are ossified at birth. هي معظمها تكون ossified يعني بادية بها تتحول إلى عظام. But the process is incomplete. ويكون ولكن العملية مكاملة، يعني من يولد الطفل بادي العظم بادي يتحول إلى عظم كامل، ولكن تبقى به أجزاء من الكارتلج أو تبقى أجزاء ممبرين. And the bone are mobile on each other، وتكون بيها جزء من الحركة. The bones of the vault are ossified in membrane. The bones of the base are ossified in cartilage. تذكر احنا بمحاضرة العظام قلنا الاوسيفيكيشن للعظام اما يكون membranous وحكينا مثل السكال، فمعظم الفولت والجزء العلوي من الجمجمة يكون membranous، بينما الجزء السفلي يكون cartilaginous. The bone of the vault are not closely knit at sutures. ما تكون knit at sutures، ما تكون كلش ملتحمة as in adults، but are separated by an ossified membranous interval called fontanelle. حكينا عن الفونتانيل وقلنا نهاياتهم ما تكون كلش مغلقة، واكو ممبرين اللي هي سميناها الفونتانيل. من الناحية السريرية الانتيرير والبوستيرير فونتانيل هن الموست امبورتنت and are easily examined in the midline of the vault. ففي جزء العلوي من الجمجمة عندنا الانتيرير الامامية والبوستيرير الخلفية هن الاكثر اهمية. The anterior fontanelle is a diamond shape، يكون شكلها معيني. Lie between the two halves of the frontal bone، قلنا الفرونتال بون بالبداية قسمين قبل لا يتحمل. In front and the two parietal bones.
The fibrous membrane forming the floor of the anterior fontanelle is replaced by bone and it's closed by the age of 18 months. يعني مين صار الطفل عمره سنة ونص هذا الممبرين راح لأنه ممبرين of ossification راح يتحول إلى عظم وراح تغلق هذه الفتحة. من نجي على البوستيرير فونتانيل تكون تراينجولر شكلها مثلث موجودة بين التو بارايتال بون and the occipital bone راح يكون behind وهاي عادة تنغلق by at the end of first year. The fontanelle is usually closed and can no longer be bulbate وعادة تغلق بعمر السنة. فائدتهن عادة بالفحص السريري من يزداد الضغط داخل الدماغ راح يكون بيهن انبعاج للأعلى من يقل من يكون الطفل في جفاف قوي وقلة سوائل راح يكون بيهن تقعر للأسفل وأيضا تفيد في حال إنه ردنا نسوي سونار للدماغ هاي الأعمار ممكن من خلال هاي الفتحات لأنه الألتراسونيك ويف الأشعة أو مو أشعة خلينا نقول الموجات الفوق الصوتية مال السونار ما تقدر تعبر العظم ولأنه هاي عندنا فتحات فراح نقدر وما بيها عظم فراح تعبر هاي الموجات ونقدر نسوي السونار. The tympanic part of the temporal bone is merely a C-shaped ring at birth. فيكون الجزء التيمبانيك بارت اللي هو بس اللي تمر من عنده قناة الأذن تكون C-shaped compared with a C-shaped curved plate in adult. بالأدلت تكون بيها انحناء أكثر. This means that the external auditory meatus الحفرة أو الفتحة الأذنية الخارجية is almost entirely cartilaginous in the newborn تكون من الغضروف في صورة رئيسية and the tympanic membrane is nearer the surface ويكون tympanic membrane اللي هو طبلة الأذن أقرب للسطح. Although the tympanic membrane is nearly as large as in adult يعني كحجم غشاء الطبلة تقريبا بحجم الموجود بالكبار it faces more anterior يكون توجهها وجهه للأمام أكثر. During childhood the tympanic plate grows laterally forming the bony part of the meatus وبالتالي هاي التيمبانيك بليت راح تتحول من كارتليج إلى فتشي عظم. The mastoid process is not present at birth. The mastoid process يكون غير موجود بالولادة. Develop later in response وراح يتطور بعدين. To the response to the pull of the sternocleidomastoid العضلة اللي هي موجودة بالرقبة اللي هي تتصل بالmastoid process بسبب السحب مال هاي العضلة راح يتكون هذا البروسس. When the child moves his or her head. The mandible has right and left half at birth يكون جزئين united in the midline with the fibrous tissue. The two halves fuse at the symphysis menti اللي هي منطقة اتحاد الجزئين من المandible اللي هي بالذقن نسميها symphysis menti by the end of the first year. The angle of the mandible at birth is obtuse and the head being placed level with the upper margin of the body and the carotid process lying at the superior level of the head. فهي عادة تكون خلينا نقول منفرجة وما وهذا الانجل او الزاوية تكون مو كلش واضحة نفس ما موجودة بالأدلت. It is only after eruption of permanent teeth من عند ظهور الأسنان الدائمية that the angle of the mandible assume the adult shape. من تظهر الأسنان الدائمية يلا يكون زاوية الفك مثل اللي هي تأخذ شكل اللي موجود بالبالغين. In old age بكبار السن the size of the mandible is reduced when the teeth are lost. قلنا احنا يصير بيه ريزوربشن العظم
ويختفي من تقليل الأسنان، وبالتالي بكبار السن راح يكون الحجم مال المانديبل بيكون أقل. I'm thank you.